يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافرت إلى المدينة لقصد زيارة المسجد وبقيت أسبوعا، فهل من المشروع لي كلما صليت الفريضة أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يكفي السلام عند القدوم وعند الوداع؟ أما سمعت الكلام؟ لا، ما دمت سلمت عليه أول مرة يكفي، حتى السلام عليه عند الوداع هذا فيه نظر، أما السلام عليه عند القدوم هذا مشروع. نعم.